أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة جاءت تسأل عن موقفنا مما يحصل لإخواننا في فلسطين، وما هو الواجب علينا تجاههم؟ الواجب عليكم ما تقدرون من المساعدة بالمال والدعاء، هذا هو الواجب عليكم، المساعدة بالمال، وباب التبرع مفتوح لهم وميسر لكم، تبرعوا لهم، وكذلك الدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين، ما هو تقول الفلسطينيين كذا، تقول للمسلمين، لإخواننا المسلمين بالنصر والتأييد نعم.